مساء الخير، تحية لكم جميعا. شكرا على اختيار قناة التاسعة والإكيب مونديال حتى نتابعوا ونتكلم على آخر التطورات في كاس العالم وآخر التطورات في المنتخب الوطني. نتكلموا الليلة في تقييم عام شامل لأداء المنتخب الوطني باللاعب، تقييم فيه برشا هدوء، تقييم بعيد على التشنج، خاصة أنه تقريبا تجاوزنا مرحلة الغضب ومرحلة اللي سميناها خيبة الأمل. دونك الليلة باش نتكلموا على 23 لاعب اللي كانوا موجودين في المونديال، والإكيب الليلة يقيموا لكم كل لاعب بعدد الدقائق اللي لعبها، بعدد المحاولات، بكل ما قدموا للمنتخب الوطني في مشاركته في المونديال. نتكلموا زادة على الكبار الذين غادروا كأس العالم مبكرا، نحكيوا على ميسي، نحكيوا على عدة نجوم خرجوا من كأس العالم في توقيت مبكر جدا، هذا بالإضافة إلى عدة أخبار ومواضيع أخرى الليلة في الإكيب مونديال اللي موجود فيها الإكيب تيب طارق العليمي. مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا حيدر. شنو الأمور؟ الحمد لله. ناصر شنو الأحوال؟ أهلا بيك حيدر. ياسر حلول مريول ناصر نوار وحاجة عاطي على السيف هواي. مرحبا ناصر. منتصر شنو الأمور؟ الحمد لله. مرحبا بيك. مرحبا بخالد. صباح الخير. منتصر نباركولك ولا مازال بكري شوية؟ لا مازال بكري. فما اتصالات متقدمة مع نادي البنزرتي، مازال بكري شوية ولا اتفقت ولا؟ لا مازال فما شيء أوفيسيال. مازال فما شيء أوفيسيال. لا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق في الحاجة الباهية. إن شاء الله. نشكر ناتيلي برشا. السبونسور اوفيسيال نتاع ليكيب ناسيونال ونتاع ليكيب مونديال. قلت لكم انه الليله باش نرجعوا نقيموا كل لاعبي المنتخب الوطني بالكومبارتيمون باللاعب من كل الجوانب. حراس المرمى في هذا المونديال في كاس العالم ومشاركتهم الثلاثه اللي كانوا موجودين من اول الى اخر مقابله، في تي ار في البرستاسيون نتاع كل حارس، وبعد نعاودوا نتكلموا في البلاتو. اعتمد المدرب الوطني نبيل معلول خلال مبارياته ثلاثة في المونديال على ثلاثة حراس مرمى، كان أكثرهم مشاركة هو فاروق بن وصفة اللي لعب 165 دقيقة في زوز مباريات وقبل خلالهم 6 بونتو وعمل 9 تصديات. ثم يجي بعده أيمن البلبولي اللي لعب المقابلة الأخيرة للمنتخب ضد بنما واللي حقق خلالها فريقنا الوطني فوز غاب علينا 40 سنة كاملة. البلبولي قبل هدف وحيد وعمل 4 تصديات في المباراة هذه، ويعتبر الحارس معاذ حسن الأقل مشاركة في ثلاثة حراس بعد إصابته في أول 15 دقيقة من مباراة تونس ولونجلتير. ربع ساعة اللي لعبها معاذ حسن في المونديال قبل فيها هدف وحيد مع تصديه لزوز كرات كبيرة. هذا أداء الحراس ثلاثة في الثلاثة مقابلات. طارق قبل الأمور تكنيك، صعيب برشا تلقى منتخب يشارك ثلاثة حراس نتاعو، ما كانش اختيار فني، كان بفعل الضرورة، لكن شفنا ثلاثة حراس. الضرورة هي اللي حكمت باش يكون نشوفوا ثلاثة حراس نتاعنا موجودين. كما زاد المونديال هذا كذبنا برشا على الأقل في التوقعات قبل المونديال بخصوص أنه ثم مشكلة في حراسة المرمى، شكون ينجم يشد؟ اسكو معز حسن ينجم يلعب لو نيفو؟ اسكو مريول المنتخب برزين عليه ولا هو ناتيف 95؟ فاروق هل انه روندمون السعوديه ينجم يكون هو بيدو موجود في روندمون المونديال؟ البلبولي ماشي للتشريف والا لا؟ لكن كل واحد وقت اللي تحط قال راني ما مشيتش مزيه، وقال راني ما مشيتش ماخذه بالخاطر، وقال راني ما مشيتش باش نقيد من بعد راني عملت كوب دي موند، خاطر قلت لك المره اللي فاتت ثم دي جوار من بعد نحكيو قيدوا اليوم عملوا كوب دي موند وكاو. بالنسبه للثلاثه حراس الحقيقه معز حسن الماتشوات اللي ماتش ميكو قال راني موجود، لي دي مينوت كانوا اكسبسيونيل. فاروق مفاجاه كبيره سورتو الماتش الاولاني تلوح يبدا حاضر، بلبولي قال لوي ميم وقت اللي احتجنا البلبولي لقيناه. دونك كنا نتصوروا باش نكونوا خايبين برشا، لقينا رواحنا الكومبارتيمون الوحيد يمكن كنا خايفين منه لقينا فيه رجال. باه ناصر، اليوم بعد المشاركه وبعد عوده المنتخب الى تونس، هل ما زلت تحتفظ بنفس الترتيب تاع الحراس؟ كتذكر قبل بدايه المشاركه قلت معز حسن فاروق بن مصطفى والبلبولي، اليوم بعد ما شاركوا ثلاثه ما زال الترتيب هو بيدو عندك؟ هذا ما يغيرش، الترتيب هو بيدو، لكن الظروف هي اللي حكمت باش اليوم يشاركوا. لكن الحاجة اللي هي تميز واللي هي تكون معناتها مهم باش ما نفكوش استحقاقات الناس، هو الأهمية وين اليوم حتى كي تلقى روحك في دون لوبليغاسيون انك باش تشارك ثلاثة حراس، ثلاثة حراس كل واحد في الدور نتاعو في الوقت نتاعو قبل البداية الحسن. اليوم أنا نشوف معز حسن عمل لها بون ديبار، بون ما كملش، عمل شوية وقت وما كملش. كي دخل فاروق الدخلة كانت صعيبة معناتها، وأنا كنت قلتها حتى بعد الماتش قلت راهي دخلة صعيبة برشا وبالحق معناتها راه مش سهل، تلقى لو بريمي غارديان لعب تضرب في 20 مينوت تدخل انت تلقى روحك دون لو بان في ماتش ضد انجلترا، مش حاجه سهله. كي ما تبداش حاضر سو لو بلو مونتال وما تبداش نفسيتك حاضره باش تنجم
تعوض وتكون معناتها تويلا معناتها باش تمنع روحك وتعمل المجهود اللي انت تستاهله. هذه حاجه ممتازه. ومن بعد بالطبيعه بعد اصابه فاروق البلبولي لقى روحه باش يلعب المباراه الثالثه، المباراه الثالثه تعرف الضغط اللي موجود وعنده مده ما لعبش، والبلبولي بيدو بيحب يشكك اللي في بعض الناس يمكن حتى منهم انا، فهمت؟ معناتها اي بالحق معناتها عادي، معناتها عادي سي 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 نورمال في الكوره، خاطر انا مانيش نبي معناتها نجم يكون عندي راي قلت صحيح غلط، ينجم يكون تقييم عنده حتى حد ما عنده الحقيقه الكل اراء والاراء الكل تناقش صحيح، معناتها ماهيش مشكل، لكن انا حبيت ناصر معز حسن لعب لي ماتش اميكو وخذا الشارج نتاع انه يبدا هو كحارس الحارس الاول المنتخب، تظلم فعل الكره وتضرب بعد 15 دقيقه رغم اللي عمل بريستاسيون كبيره، والباراد اللي نحاها بساقه ضد انجلترا كانت في التوب 10 نتاع احسن تصديات الحراس في الدور الاول، وفما اتفاق ولا شبه اتفاق انه معز حسن هو مشروع حارس المنتخب في الايام والسنوات القادمه. فاروق بن مصطفى تحط في كونتكست صعيب، وبلجيكا ما لقيناش المنتخب الوطني وماكش باش تلقى جارديان، معناها اذا كان ما لقيتش العشره ماكش باش تلقى نمره 11 فالمنتخب الكل. بلبولي جا في كونتكست انك لازم تربح ضد بنما وترجع للدور نتاعك كقائد وغيره. شكون من الحراس الثلاثه اللي تعتبروا الى ماركي دي بوان ربح نقاط لبقيه الكارير نتاعه؟ والله كل واحد الى ماركي دو بوان من 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 زاويه معينه. معز حسن انه الناس كل تستنى فيه وانتظارات كيفاش باش نشوفوا ليماج هذا تاع معز حسن اللي جا الاخراني ولقى روحه الاول في ليكيب ناسيونال، مش حاجه سهله. البريزونس نتاعو اي اكد معناتها اللي هو موجود، والثقه اللي عطاها له الاطار الفني ما كانتش هكاك معناتها من باب الصدفه. فاروق زاد كيف كي تخل فك الظروف الصعيبه هذيك وتخل انه كما قلت انا معناتها مش سهل باش تدخل في ماتش لونجليتير بعد 15 مينوت 20 مينوت تلقى روحك دون لو بان في ماتش كبير كان ماكش حاضر سو لو بلون مونتال تو باس اكوتي، تنجم تكون المباراه هذيك معناتها تكون مفصليه حتى في كاريرك معناتها. بالنسبه لي انا دخلته كانت مهمه برشا. انا نزيدك هكاك البلبولي زاد كيف وقت اللي فاروق تضرب القاه هو القناع حاضر في الماتش الثاني وصارت الفيكتوار الاولانيه بعد 40 سنه جات في وقته هو، بالرغم ان الناس كل تقول مباراه احنا كنا نقولوا ماهيش تاريخيه وماهيش معناتها باش نقولوا احنا راي نجحنا برشا في المنتخب وفي ليكيب ناسيونال، لكن في الاخر يقعد انتصار معنوي مهم بالنسبه للمنتخب. يعني مستقبلا تشوف انه فما مشكل في حارس المرمى ولا ما عندناش مشكل في لا المعنى. كبر الشواء كبر الشواء هو ديجا من اللي جاء معز حسن الشواء كبر معناتها مع معز بن شريفيه مع هذاك باش يولي عندك اربع حراس المستوى يكون متقارب مش بعيد على بعضه. هذا مهم للكره التونسيه، وحتى فاروق راه مش كبير في العمر، حتى فاروق قاعد يعمل في كارير كبيره، وتوا فاروق باش يبدا تو فاروق باش يبدا يغني معناتها يجني الثمار نتاع الفتره اللي يوصل الماتوريتي ويوصل يا جور. انا نقول لك من 28 من 27 ل 36 37 هذيك اعز فتره بالنسبه لعطاء حارس مرمى باش يوصل للمستوى العالي برشا. منتصر شو تقييمك لحراس المنتخب في المونديال اللي تعدى؟ والله باش نزيد على ناصر حتى شيء، خاطر ثلاثه ايزون ايتي بريزون وقت اللي استحقينا لهم. يعني الحاجه بلبولي ما ننساوش لعب ماتش اسبانيا وسيتي امبورتون كونه يلعب معناها في البريباراسيون، فاروق لعب ماتش ايران في تونس، معز حسن لعب برتغال، دونك ثلاثه كانوا حاضرين، ثلاثه كانوا مي لي ماتش كانوا ديفيرون. الماتش ديفيرون، بلبولي سي ماتش ديفيرون، بلبولي واحنا نهاجموا واحنا نحبوا نربحوا وباش يجيو زوز ثلاثة كور في الماتش يدوا لي جيري. معز حسن لي دوفي جيري لونتام تاع لونجلتير اللي كانوا فيهم فرص ورا بعضهم وكانت بريسيون كبيرة على الديفونس نتاعنا. بعد فاروق الكونتكست اللي دخل فيه في الماتش الأول، وتقعد حاجة اللي فاروق إلا كونفيرمي لي بروغري اللي عملها. لي بروغري اللي عملهم العام الاخراني ولا العامين ثلاثه الاخرانيين، الى بوكو بروغريسي سورتو سور لو بلون مونتال، معناها ولا اكثر اسيورونس، اكثر ثقه في روحه، في لي بريز دو بال نتاعو، في لي ديبلاسمون نتاعو، لي سور دو لوي. نزيد حاجه الاخرانيه على الجول اللي يسميهم ناصر وسيف جرفي، معناها سيف الاحول اللي باش يكون بارمي لا ليست الارجي هذايا في الحراس المستقبل. ما نساوش اللي هو مشى معناها كان مع استاج قطر كان معاهم، دونك سيف الاحول بالخدمه بالكونفيونس بالكومبيتيسيون، حتى هو فرد عمر هو معز حسن على 95 23 ans، دونك بالنسبه للمستقبل بوست تاع غارديان ما نخافوش عليه ان شاء الله. شكون تعتقد يكون نيميرو 1 في الكان الجاي؟
اليوم معناها بالظروف اللي عندنا تو. اي اليوم معز حسن يباغ افيك اون افونس. لا الكومبيتيسيون زاد الفورم نتاع اليوم ومش نتاع عام جي. بون معز حسن تو باش يكون مضروب حتى يرجع الكومبيتيسيون. شنو هو الشوا اللي باش يعملوا خاطر هو مع نيس ويتبريتي وباش يرجع باش يقعد في نيس وقتاش باش يرجع يلعب باش يلعب ما يرجعش باش يرجع من البليسيور باش يلقى غارديان اون بلاس قاعد يلعب باش يكون ستاتيو نتاعو تيتولير رومبلاسون. دونك سي ديليكا. صيف الاحول باش يلعب معز ورامي جريدي سون كونكورونس. بلبولي في اكسبيريونس لبرا. فاروق بون نتصور في الكلوب نتاعو باش يلعب ما عنده حتى مشكله. دونك لا فيريتي نتاع اليوم عام اخر ما تنجم تكون ماشي هي بيدها. مي اليوم معز حسن لا يون افونس بارابور للاخرين. خالد شو رايك في الموضوع هذا؟ موضوع الحراس نحكيو على هيراشي موجوده في الحراس وتقييم عام اللي شفناه منهم في المونديال. هو اللي كان واضح اللي معز حسن باش يكون هو الحارس الاولاني بيسك اللي في اللي ماتش اميكو لعب هو ترو ماتش وفاروق ماتش وبلبولي ماتش. دونك ممكن الكونكورونس كانت على شكون الحارس الثاني باش يكون. معز حسن مالوريزمون ما كملش الماتش وخرج بليسي وخسرناه. دونك اللي لعبوا فاروق ما قصرش عمل اللي عليه. بلبولي كيف كيف سي با ايفيدون بعد دو ماتش اللي فيهم شارج مونتال نيجاتيف كبيره وتلقاه بريزون في ماتش اللي على مستوى التاريخ ماتش مهم ياسر وكابيتان. دونك فما مسؤوليه ومن حسن الحظ كان يعني على احسن استحداد وورى الامكانيات نتاعو وسورتو ورى الخبره ورى اللي هو زاد السنين اللي عداهم في المنتخب كانوا ماريتي. اليوم باش نحكيو على الشوا اون جينيرال. اوروزمون نقولوا لعبنا حراس كلهم بريسك صغار في العمر ابار بلبولي ممكن هذه اخر مشاركه عالميه كوب دافريك ما نعرفوش مازال عنده ولا لونفي مازال يحب يكمل ولا لا. هو من ناحيه العمر ينجم يخلط على الكان لونفي هم ياسر انه حارس وقت الستانس يكون مش الحارس هو الملاعب اون جينيرال وقت يستانس بستاتيو معين راهو جينيرالمون يوصل العمر يولي يا يقعد في ستاتيو هو بيدو يا يقول لك نحترم نفسي ونخلي البلاصه اللي اصغر مني. لكن في الظروف الكل بلبولي اللي كان باش يقعد اكيد باش يكون دعم كبير خاطر هذوما دي جون جوار اللي مازال مستقبلهم كبار مستقبلهم كبير قدامهم. ولو كان باش ياخذ قرار ويبعد ويخلي البلاصه متهنيين ديجا عندنا دو غارديان اللي لعبوا على الاقل فاز فينال نتاع كوب دي موند ولي اكسبيريونس كبيره. مع سي نورمال من هنا للسيزون الجايه سيرمون باش فما حراس اخرين ينجموا يتالقوا باش ياخذوا الشانس نتاعهم. ما ننساوش معز مشرفيه زاد اللي كان كارتيم غارديان ومن بعد خرج وتوا اون كونكورونس كما قال منصر مع حارس اخر زاد اللي عنده قيمه وبوركو با ينجم هو يسو رولانس ويرجع للمنتخب. دونك تحكي على رامي جريدي. دونك الشواء موجود تقعد شنو هما شنو هو الاستراتيجي نتاع المدرب الوطني شنو هو تفكيره من المستقبل. اسكو اليوم نعطيو شانس للي جون جوار هذوما لي جون غارديان ونصبر عليهم والا لازم نخليهم معاهم لي غارديان دو ماتوريتي اللي على الاقل يامنوا المرحله الانتقاليه هذه. باهي ما نعرفش كان الملاحظات باش تقعد نوعا ما ايجابيه كانت على حراس المرمى وقت اللي نحكيو على مدافعي المنتخب خاصه قبلنا عديد الاهداف والامور كانت مش هي وفما شبه اجماع انه نقطه ضعف المنتخب في المونديال كانت الدفاع. حصيله مدافعي المنتخب في مونديال روسيا ثم نعود للتعليق. تسعة مدافعين سجلوا حضورهم في مباراة المنتخب الثلاثة في المونديال، كان أولهم ياسين مرياح الوحيد اللي ما بين المدافعين الكل لعب 270 دقيقة، يعني ثلاثة مباريات في 90 دقيقة. مرياح فاز فقط ب 53% من الثنائيات اللي دخل فيهم، في الوقت اللي فاز فيه ديلان برون بالثنائيات نتاعو الكل، رغم أنه ملعب كان 116 دقيقة. برون كان زاد المدافع الوحيد اللي تمكن من تسجيل الهدف نتاعو، وكان ضد منتخب بلجيكا. زوز مدافعين كانوا أصحاب زوز تمريرات حاسمة، واللي هما المدافع الأيمن حمدي نجاس
في الهدف الثاني لوهبي الخزري في مباراة بلجيكا، والمدافع الأيسر أسامة الحدادي في البونتو الثاني لمنتخبنا الوطني في مباراة بنما، والأسيست لوهبي الخزري. يوان بن علوان هو أقل مدافع تونسي لعب في المباريات 49 دقيقة فقط، وكان هذا في مباراة بلجيكا، وعمل فيهم 11 باس، 6 منها كانوا غالطين، في حين 43% من الثنائيات اللي دخل فيهم خسرهم بن علوان. منتخب كمل ثاني أضعف خط دفاع في كأس العالم. نحكيه على المدافعين ولا على التركيبة الدفاعية ولا غير، وهذايا اللي باش نحكيه فيه مع الإكيب طارق. اليوم كان نحكيه على ديفونس أون جينيرال، هي أضعف خط دفاع، لكن الدفاع يتكون من المدافعين، هما مطالبين بأنه يعملوا المحاصرة، هما اللي يعرفوا يلعبوا الخط إذا كان المدرب طلب، هما اللي يوجهوا بقية الملاعبية. فالمدافع يعني ينجم يكون مثلا ضحية خطة تكتيكية، لكن في الاخر فما زاد حاجات يتحملها المدافع. على ذلك اخترنا باش نقيمه بالاسم بالاسم. ما نعرفش اليوم كان نحكيه على ياسين مريح. بالنسبه لك انت طارق، هل تعتبر انه خسر بعض النقاط من رصيده في هذه المشاركه العالميه؟ خسر يظهر لي ثابت هذا. شوف اون جينيرال ونجيك لياسين، نحن مشينا بمشكل دفاعي، قلنا توا بالك نلقاو الحل في الفاز دو بريباراسيون، ما لقيناش الحل، طرحنا برشا اشكاليات كيفاش تجيب مثلا يوهان بن علوان اللي هو مش قاعد يلعب. طرحت الاشكاليه لا سيونس دونترينمون خير من ماتش، سيونس دونترينمون خير من كومبيتيسيون، كلمه متسرعة اي طرحت لا تقالت لا تقالت هذي، وانه هو مستانس انه باش يلعب كونتر دي جوار دو تريو دو نيفو، دونك ينجم يكون موجود. طرحت مشكور تعليه اللي تضرب عليه تضرب يرجع ما يرجعش يكون موجود والا لا. النجاز اللي كان لهنا تيتولير مشى للزمالك وصارت المشكله نتاع المشيه، وبعد رجع بشوي بشوي. دونك مشينا باشكاليه، ثم شكون طرح اسامي اخرين موجودين في البطوله الوطنيه، ثم شكون حكى على سيف تقاع علاش ما يمشيش، ثم شكون حكى بعد الماتش الثالث حكى عليه خالد البدوي الكومبورتمون نتاعو الكبير، علاش ما حطيناش البدوي من الاول، علاش ما لعبناش البدوي من الاول. دونك ثم اشكاليات في الليستا هذا طرحت في الحضور البدني اساسا نتاع الملاعبيه نتاعنا اللي مشاو، وزاد في برشا ملاعبيه قلنا انه هما اللي باش يهزوا ديفونس ما لقيناهمش اسونسيالمون. مرياح الحقيقه قلنا راو مرياح ينجم يهز الديفونس، راو مرياح ينجم يكون الليدر اللي حاجتنا به، راو مرياح ينجم يغطي الفراغات الكبيره اللي تنجم تكون موجوده، ما لقيناهوش. زاد مرياح ما نظلموش السيد برشا، لانه يظهر لي هو زاد ضحيه الكيب نتاعو. مرياح راه تحط على البنك في السي اس اس، راه في ليله وضحاها ثلاثة شهور الاخرانيين يظهر لي ما لعبش. ناصر رجع كان لي دو ماتش الاخرانيين وتقالت الحكايه لا والله شوا تكنيك باش نشبوا الفريق، طلع انه مش شوا تكنيك لتشبيب الفريق، وهذا كان عنده اثر على الوليد زاد في ليكيب ناسيونال. ولو انه الحاجه اللي تحسب المريح انه على الاقل انا ريتو ما حسبش، نحكي ديما على الرجله ونحكي على جرينتا ونحكي على الروح اللي تراها في تجاعيد الوجه. مريح كان من الناس هذوما بغض النظر على التقييم الفني، ولكن على الاقل الصوره اللي حبيت نلقاها هنا في الملاعبيه لقيتها شويه في مريح. به ناصر سيام بن يوسف، تعتبر انه ربح من المشاركه نتاعو هذايا ولا خسر، ولا كيفاش تقيم هذايا بالضبط؟ ربح لا، ما كانش بريون، ما كانش في احسن حالاته، ما كانش في بالي في التصفيات، انا في بالي حتى في الفتره اللي لعب فيها قبل كان اداء نتاعو خير برشا من مباريات كاس العالم. الحق نتاع ربي معناتها في المباريات اللي هامه معناتها ما شفتوش عطى الاضافه المرجوه، معناتها كيما كان يحكي طارق هو وياسين مرياح معناتها كانوا زوز متكاملين، لكن الاداء نتاعو ما شفتوش التطور. الحق نتاع ربي ما كنت نستنى منه خير برشا، معناتها سواء في الـ في الـ في المركز في البوزيسيون دو جو نتاعو في برشا وضعيات في قراءه اللعب، ما تعرف ليكتور دو جو بالنسبه للديفونسور اكسيال مهمه برشا، معناتها كيفاش تتعامل معها. هذا من كل حق حسيته ما هوش في التوب نتاعو، مش في احسن حالته، في انه ما يخرجش يسهر. اي هذيك قاعدة السهرية بعد نحكي. اي سهرية شكون عنده فما لا قلت له حكينا عليها سهرية البارح، حكينا عليها ما يخرجش يسهر يعني حتى هو المصاب ما نشوفوهوش في لا بالحق هي سهرية كما قلت بالحق ما فاست السهرية ما ام باردنا بالحق هي مش سهرية راهو الروسية اللي هبطت حاجة على الانستغرام تاعها كتبت ايفينينغ لا لا قيلولة يعني تحس لا مش قيلولة منتصر يوهان بن علوان يوهان بن علوان بوان دانتيروغاسيون دخل في الماتش الثاني، دخل ديجا في الكونفوكاسيون نتاعو فما برشا كلام عليه،
يجي ما يجيش، فما شكون خير منه. طارق سامة سيف تقى، أيمن عبد النور كيف كيف، ما نساو شيء من خاطر لعب أربع ماتشوات في الفاز دو كاليفيكاسيون. دونك يجي ما يجيش ماهوش كومبيتيتيف، ما يلعبش، اكسبيريمونتي، عمل ماتش ماهوش خايب. يظل لي ماتش اللي عملوا لعب تركيا هو ولا بورتوغال كان ماهوش خايب في الماتش اللي عملوا. بعد لي سيركونستانس اللي دخل فيهم ماهم ساهلين، يعني دخل في ماتش بلجيكا واحنا خاسرين، ليكيب ما كانتش باهيه في التنظيم الدفاعي، هو عمل اغلاط سي سور. يعني مثلا الغلطه تنجم تعمل عليه مستقبلا في ليكيب ناسيونال بن علوان بارابور العمر صعيب، بارابور العمر صعيب وبارابور البريستاسيون نتاعو، بارابور اللي وراه ما نعرفش، اصعب صعيب برشا صعيب. ميم سي نقول لك انا نقول لك كيما برشا كان ينجم يعمل ما خير من هكا، معناها عمل اغلاط تقعد باهت، تقعد باهت الحقيقه. معناها غلطه مثلا في البونتو الثالث، تاع البونتو الثالث الرابع، كيما الرابع كيفاش يهز في يد وكيفاش في اللينيومو، حتى في البونتو الثالث هو خرج لينيومو غلط. معناها فما غلاط الحقيقه، فما غلاط عملهم. بالنسبه للملاعب يفورمي في فرنسا ولعب في ايطاليا، تعرف لا ريغور في ايطاليا سو لو بلان ديفونسيف، ويترينا في انجلترا، فما اغلاط عملهم ما نعرفش، اسكو مونك دو كونسونتراسيون، اسكو خاطر دخل في كونتكست صعيب، اسكو هو بيدو بلي وقت باش يركز ما دخلش في الجو جاي المونديال وما عادش عنده كونسونتراسيون. لا لا ما نحكيوش من اول الماتش، كي دخل لعبه صعيبه، معناها كي دخل ملعبه مع بلجيكا صعيبه، وسيام تضرب وتخرج قبله جيلان مضروب، هو جاي على الصعب هذاك اي سي فري، هو كي جاي قلت لك لا با دوني ساتيسفاكسيون لي دور نتاع الواحد الخط الدفاعي اللي تلوج عليه. بالنسبه ما نعرفش قداش يعني يلعب توتولير ولا يهبط في وسط اللعبه، لازم يكون حاضر. بالنسبه للي لعبهم هو ما نعرفش 50 دقيقه ولا 55 دقيقه، ما عطاش حاجه، ما عطاش بلوس، معناها بالنسبه لي انا ما عطى حتى شيء، معناها ما ورى حتى شيء، حتى في لي زانترفونسيون نتاعو. مثلا الماتش اميكالي اللي لعبوا كان خير برشا، معناها الى مونتخي حاجات باين في الوقت اللي لعبوا، لا ما ورى حتى شيء. باهي خالد، باش نجيك لاكثر ملاعب يمكن تحط في سيتواسيون كريتيك، واكثر ملاعب تقبل مش تقبل معناها تعرض للنقد، وتعرض لما هو اكثر من نقد لدرجه انه طيحوا المستوى فيما يخص علي معلول. انه اليوم علي معلول تعرض خليني نقول الحملة نتاع تشويه، وكانوا باش يخلصها هو كاش اللي صار في المونديال الكل. علي معلول نعتبر انه من اهم الملاعبيه، مازال يمتلك ما ينجم يقدمه، لكن مشاركته في المونديال كانت ابعد برشا من اللي كنا نستناو. ما فيش شك البريستاسيون نتاعو ما كانتش باهيه. احنا الناس الكل نعرفوا لابور نتاع علي معلول يكون سو لو بلون اوفونسيف، مي كي تشوف المنافسين اللي لعبناهم اسكو احنا نجموا لي دومين باش علي معلول يلقى الوقت باش يطلع باش يعمل لي سونتر نتاعو باش يورينا البوان فور نتاعو، باش يورينا البوان فور نتاعو. لا بالعكس، احنا سور لي دو ماتش المنافسين نتاعنا ضغطوا علينا، خلاونا في الشطر الميدان نتاعنا، وقتها ظهروا لي لاكون نتاع علي معلول اللي هو على المستوى الدفاعي ماهوش بالسوليديتي اللي عنده على المستوى الهجومي. دونك لهنا ظهروا لي ديفايونس نتاعو. هذا في الماتش الاولاني. في الماتش الثاني سي نورمال وقت تحط اون استراتيجي جو اوفونسيف، كان ماذا بينا نراوح وريناه شويه في اللونتام دو ماتش. ممكن لي سيكيل نتاع البريمي ماتش خلاوه يتسرع، خلاوه يوري مهما كان الثمن راني انا موجود، راني علي معلول باش نعطي لابور نتاعي. كي نشوف نتذكر ان الهدف الثالث كيفاش كوره خارجه هو حبي منها، تفهم عنده بزايد اونفي باش يوري حاجه، الشيء اللي خلاه يدخل في الغلط. تشوف البونتو الثاني كيفاش الكنترول نتاعو غال، تحس الانسان يحب لكن البريسيون والتلمو فما فوكاليزاسيون عليه انه هو جوار هو لو ديفونسور الوحيد اللي عنده صبغه هجوميه ولازم يعطينا البلوس، تلمون فما لونجاجمون والكونسنتراسيون بزيد طاح في الايرور. لكن الحقيقه شوف اليوم مرام الملاعبيه هذوما راهم شهرين التالي هم ولا لا لا علي معلول، علي معلول في كاريره الكل من اللي بدا يلعب في سي اس اس وبدا يطلع كان تلم الاغلاط اللي عملهم في تروح لانجلتير،
تفرقهم على الكارير نتاعهم تلقاهم غلطه كل ثلاثه ولا اربع سنين، عملهم في درج باش تفهم اللي الملاعبي ماهوش حاضر لا مونتالمون ولا فيزيكمون، ماهيش هذيك جريت علي معلول، ماهيش هذيك خرجت علي معلول من ديفونس، معناه ماهوش حاضر الملاعبي. فيزيكمون لازمنا استناو ساعه البيلونش فيه شنو باش يقولوا لنا الستاف التكنيك والستاف ميديكال فيما يخص الموضوع هذا، خاطر لو كان مضروب فما مش وليو نحكيو في موضوع اخر، لكن نحكيو فنيا لكان هو في احسن حالات نتاعو ورا الوجه هذاك سوكي يسير فما اسباب، الاسباب انا نقول لك انا اللي زوز منتخبات لعبنا لهم ضغطوا عليه وظهروا اللاكون نتاعو ديفونسيف وزيد البريسيون اللي تحط عليه بما انه كيما قلت لك هو يتسمى ميلي بيلي وهو ان دي بوان فور نتاع ليكيب ناسيونال، كان عنده لوبليغاسيون باش يورينا شيء طاح في التسرع هذاك اللي خلاه يتعدى اترافير، لكن كيما قلت لك راهو هذه اكسبيريونس للناس الكل، راهو اليوم ما عندناش ملاعب فريمون اللي عمل الكوب دي موند كبيره ياسر، صحيح فما شكون خير من الاخر على المستوى البدني بار اكزومبل، لكن الكل ما نجموش اليوم نقولوا عندنا ملاعب راهو الى فرانشي يعني باليي كبيره ياسر، ومنهم علي معلول اللي الحقيقه لازمنا نتجاوزوا، خاطر لو كان باش نزيدوا نركزوا اكثر باش نخسروا ملاعب كبير ياسر وممكن نجموش نعوضوه على المستوى الهجومي. بالضبط انا حبيت نقول كلمه واحده على علي باختصار. علي معلول اليوم المرحله تعديت، هو قوه شخصيته يلزمها تتوى تتوجد ويلزم هو ينسى الماتش هذاك، زوز ماتشات هذوما مش باش ينجم ينسيوه في كارير نتاع 8 9 سنين، يل دون لا بيرفورمانس سوا في فريقه النادي الصفاقسي اللي كان اللي دار وصل ميور بيتور في تونس وعمل مباريات ممتازه، اليوم علي معلول ثقته في نفسه يلزم ما تتهز ما يلزم تتمس، يلزم هو الاوتوكريتيك نتاعو يعملها لنفسه يقول انا تعديت من باسل جافيد نتعداه وراهو شخصيته هو ما ينجم حتى حد يعوضها، وهذيك هي كاليتي نتاع الملاعبيه الكبار اللي يحبوا يوصلوا لونيفو، اي انسان يتعدى من باسل جافيد لكن القوي اللي يعرف يخرج منهم في اسرع وقت ممكن. بالضبط، مازلنا باش نحكيو على مدافعي المنتخب الوطني الحداد يسام الحدادي، ديلان برون، رامي البدوي، حمدي النجاز، بوب ونرجعوا للايكيب مونديال.